تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 357 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 140 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكرونة، وكذلك ضبط 3400 طن دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، وضبط ما يزيد عن 113 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فضلاً عن ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال حجب مواد البناء.